أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن قنديل وسنجار وسوريا لم تعد مكانا آمنا للإرهابيين، وينوه إلى أنه لم يعد بإمكان أي دولة مساءلة تركيا عن عملياتها في سوريا والعراق بعد حادثة غارة. الطيران الإسرائيلي يستهدف بالصواريخ من اتجاه الجولان والجليل قاعدة دفاع جوية لنظام غربي دمشق، وإعلام نظام يتحدث عن تصدي الدفاعات الجوية لمعظم الصواريخ وإسقاط معظمها. بيان لولاية غازي عين تاب يقول إن قوات الأمن المحلية في جرابلس أوقفت مشتبهين بانتمائهما لقوات يبيجي كانا مخططان لتفجير مستشفى ببلدة قندورة في جرابلس بريف حلب. رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة كيوان كشفي يكشف عن إطلاق خط ملاحي بحري منتظم بين ميناء اللاذقية وميناء بندر عباس الإيراني بواقع مرة في الشهر. مصرف سوريا المركزي التابع للنظام يقر بانخفاض قيمة العملة السورية معلنا عن اتخاذ إجراءات أمنية لضبط سعر الليرة، وذلك بعد وصول سعر الدولار الواحد في دمشق إلى 3350 ليرة. مدرسون في ريف دير الزور ينظمون وقفة احتجاجية طلبوا بها الإدارة الذاتية التابعة لقسد بعدة مطالب أهمها إيقاف التجنيد الإجباري بحق المدرسين وزيادة رواتبهم.